النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة للصلاة وبالنسبة للأطفال، قال علموهم عليها لسبع واضربوهم عليها لعشر. هل هذا الأمر ينطبق على الصوم؟ لا، قضية أصلا قضية يعني متى يبدأ الطفل في موضوع الصيام. هناك من استشهد من الفقهاء من استشهدوا بهذا الحديث وقالوا يعني نؤمره بالصيام عند سن 7 سنوات قياسا على الصلاة، لكن هذا قياس كما يقول الأصوليون هذا قياس مع الفارق. قياس مع الفارق لماذا؟ لأن الصلاة حتى وإذا كانت تتكرر في اليوم 5 مرات هي ما تاخدش دقيقتين 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق، وهي في مكان لا يكلف الطفل الصغير، لا يكلفه كثير، ده هو بيقوم وبيقعد لعبه بره في الشارع قد الصلاة عشرات 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 المرات. لكن الصيام مختلف لأنه امتناع عن الطعام والشراب من الفجر لحد المغرب، وده معناه إن هو يعني عندنا 12 ساعة، أحيانا 14، أحيانا 16، أحيانا 17، فلا يقاس. وهذا القول الذي أراه صحيحا، أنه لا يقاس في هذه الحالة، لا يقاس بالصوم على الصلاة. ولذلك القول الصحيح إن هو يؤمر، نعم نطلب منه لكن ليس على سبيل الوجوب، ونعوده وممكن نعوده قبل كده كمان بالمناسبة، ممكن نعوده الصيام ونقول له يلا نصوم وهو عنده 5 سنين وعنده 6 سنين، إذا استطاع أن يصوم يعني ساعة 2 3 4، ونبدأ كده نعرفه أن دي نعمة من نعم ربنا وعبادة من العبادات، بس أنت مش مطالب بها يا حبيب قلبي، ونبدأ كده الموضوع يبقى ساخ، ونقول له وعي طفل من الأطفال يبقى الفطر بتاعه الساعة 10، والتاني نقول له لا ده انت الظهر، والتالت نشدد عليه نقول له انت يومك بصيامك عند العصر، ولما ربنا يكرمه يبقى يتم يوم نعمل له كده مولد النبي عشان صام يوم، ونعمل له حفله، ويعني الجميع يعني يفرح بصنيعه لانه اتم يوما، فاذا اتم شهرا بقت بسم الله ما شاء الله. العلماء قالوا انه يبدا من سن 12، الامر بقى والالزام بقى تبقى القضيه من سن 12، لكن قبل ذلك يعود. لكن انا اقول ايضا ان هذا يرجع فيه إلى التجربة والطبيب، ويختلف من طفل لطفل. في ولد بالمناسبة ممكن يصوم وهو سنه 7، وفي ولد طبيعته الجسمية وطبيعته الصحية ما يقدرش يصوم غير مثلا 14 أو حتى 15 أو 16 و17، فينظر إلى كل طفل على حدة، وينظر إلى الحالة الصحية، ويستشار في ذلك طبيب متخصص ناخذ رأيه ونقول له إيه رأيك، فإذا قال لا ضرر نقول له توكل على الله، فإذا قال هناك ضرر احنا نعود طفلنا ان هو يصوم بعض يوم او بعض ايام حتى اذا اعطاه الله جل وعلا العافية يبدأ يصوم ان شاء الله. طيب.